إذن ننتقل إلى تبويب آخر من تبويبات الإمام، أنه اقرأ أحمد. باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. نعم، انظر هذا التبويب الذي يدل على إيمان الشخص ويدل على استقامة الشخص. إيمان الشخص واستقامة الشخص مبنية على ماذا؟ على هذين الأمرين. لو أردت أن تحكم على معين أنه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فيا جماعة من أعظم الأشياء التي تجعلك تحكم على هذا الشخص أنه عنده ديانة واستقامة أم لا، ماذا؟ نعم، اللسان. هل عنده فحش؟ هل عنده بذاءة؟ هل عنده كلام قبيح؟ يعني تجد اجلس فقط في وسط البلد، عندنا هنا في السوق، وانظر إلى هذه الألفاظ النتنة التي تخرج من في بعضهم. هذا إن دل، هذه البذاءة تدل على ماذا؟ على نعم رقة الدين وضعف الإيمان. وبالتالي متى رأينا هذا الشخص يتكلم بالفحش فهذا نقول له اتق الله، اتق الله. وبشكل عام نحن نقول عمن يتكلم بالفحش رقيق الدين، ضعيف الإيمان. فتبين وكيف إذا وصل الأمر إلى والعياذ بالله الشتم، ثم أعلى وأعذى والعياذ بالله شتم الدين ورب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن احذر من الفحش. والفحش بعبارة سهلة، ما معنى الفحش؟ أن تنطق بالكلام القبيح الذي فيه متعلق بالعورات وتعلق بالسقطات. وبذاءة اللسان الفحش جزء منه لكنه باب أوسع، قد تتكلم بشيء قبيح لكن ليس متعلق بالعورات وفيما يتعلق بالجسد، قد يكون كلام قبيح خارج عن هذه الأمور، مثل سلوكيات، أفعال، نسبة الشخص إلى أشياء وهو بريء منها. طيب نسمع الآن بعض الأشياء التي أيضا هي من الفحش وبذاءة اللسان، ومن أعظمها الطعن. وما معنى الطعن؟ ما معنى الطعن؟ تفضل. نعم، أن تنسب إلى أخيك ما ليس فيه، هذا طعن، تطعن فيه. وحقيقة أكبر طعن هو الطعن في مين؟ نعم، في العلماء، الطعن في العلماء. ولذا قال الحافظ ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من تناولهم معلومة، فمن أطلق لسانه بالعلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. هذا الذي يتجرع على العلماء يبتلى بموت القلب. يقرأ قرآن لا يخشع، يصلي لا يذوق طعم الصلاة ولا لذتها،